من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم حمزة ابن عبد المطلب. حمزة ابن عبد المطلب، وحدينا إن شاء الله قصته قدام بالتفصيل. هو والعباس المسلمان من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، هو والعباس. وكان قد ولد قبل النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، ولقب النبي صلى الله عليه وسلم بأسد الله، وهو الذي انتصر للنبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام لما يعني سمعت جارية من الجواري، وكان حمزة قد عاد من قنص، القنص ولا القنص، القنص بتاعنا الواحد ده، وكان يصطاد الأسود. دي ذاتها شراسة عجيبة جدا. كان بيصطاد الأسود، ما بيمشي لقمري وكده، يمشي بيصطاد الأسود. عشان كده صفية أخته كانت بتربي ولدها اللي هو الزبير، بتودي مع خاله حمزة يصطاد الأسود، ولما بيخاف كانت بتضربه، بتدقه تضربه شديد عشان يمشي. قالت: أريده كي يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب. فبتربيه على الفروسية، يطلع مع عمه حمزة. فلما عاد حمزة ذكرت له جارية أن أبا الحكم ابن هشام اللي هو أبو جهل سب النبي صلى الله عليه وسلم سبا شديدا، وحمزة كان من عادته إنه أول ما يرجع من القنيص بيطوف بالبيت ويدخل داره، فطوالي مشى عليه فوجده في مجلس بني مخزوم، فقال: وله قوس، شال له قوس في يده، فشجه في وجنته، دقاه بالغوص في وشه حتى سال الدم منه. قال: سمعت أنك تسب محمدا. قال: وأنا على دينه أقول ما يقول، وردها علي إن استطعت. كان راجل رد لي، وهو الوقت ده ما أسلم بالمناسبة، لكن أخذته الحمية، ما أسلم، لكن الحمية لما أخذته قال لها: أقول لك حاجة، أنا ذاتي بقول أي حاجة محمد بيقولها. وهو ما كان بيقول كده يعني كويس. قال: فقام عليه القوم، الجماعة قاعدين دارين يقوموا على حمزة عشان تدور المشكلة، فقال لهم: دعوا أبا عمارة. خلوه، حمزة كانت كنيته أبو عمارة، قال لهم: دعوا أبا عمارة، فإني قد آذيت ابن أخيه. أبو جهل بأسلوب ظريف كده مرق من الشغلة، لأنه ممكن تمشي قدام بعيد جدا، فمرق منها بالراحة كده. بعد ذاك رجع حمزة رضي الله عنه وبدأ يؤنب نفسه، قال: أنا قلت الكلمة دي، أرجع لورا ولا أمشي قدام؟ فبعد ذاك بدأ يدعو، فهدى الله قلبه إلى الإسلام، وكان إسلام حمزة متقدما على إسلام عمر بأربعة أو يومين أيام. بعدية حصلت لعمر رضي الله عنهم قصة حجينا إن شاء الله في موضع من سيرته، ودخل طرق الباب في، وكانوا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، طرق عليهم الباب، فاللي مشى يشوف الطارق قال: هذا عمر. وكان عمر شديد الشكيمة، يعني رجل صعب ما في ذول بيتحملوا، فخاف من بالدار، فقال لهم: حمزة افتحوا له الباب.
إن أراد خيرا وجده عندنا وإن أراد شرا قتلناه بسيفه. سيف الشال ده من كتله بيه. فدي فراسة عجيبة. فدخل عمر وأسلم. أول ما أسلم عمر خرج الصحابة من ذلك البيت طوالي. قام قال لهم قال ألسنا على الحق يا رسول الله؟ قال نعم. قال وهم على الباطل؟ قال نعم. قال وفيما الخفية؟ أمرقوا قال مرقوا طوالي مشوا طافوا بالكعبة في صفين على رأس أحدهما عمر وعلى الثاني حمزة. قال راوي القصة فأصابت قريشا كآبة عظيمة. أول ما شاف عمر بيجاي وحمزة بيجاي أصابتهم كآبة. قالوا لقد عز محمد وانتصر. تاني ذول بيقدر يحبشوا ما في. طيب فحمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه هو أسد الله. قتل يوم بدر 30 من كفار قريش. براو الماتوا كم من كلهم؟ كم 70 نفر. حمزة قاتل 30 نص العدد قاتل حمزة براو. عشان كده أمية لما أسر قال لهم من ذاك الرجل الذي كان معلما بريشة النعام؟ قالوا له هذا حمزة. قال فإنه كان يهد الناس هدا. بهدهم ليه هد الحيط؟ طيب